أجد بعض الأوراق وبقايا بعض الكتب الدراسية وغيرها من جرائد صحف ومجلات ملقاة ومرمية في بعض الأماكن الغير لائقة كالشارع أو الزبالة، والبعض في دورات المياه وهي تحمل لفظ الجلالة أو بعض الآيات والأحاديث. وهذا الأمر يحز في نفسي ويؤلمني كثيرا وكثيرا، أحاول رفع أو إزالة مثل هذه الأشياء من الأماكن التي أجدها فيه، ولكن أحيانا أجد نفسي عاجزا أو محرجا، ماذا أفعل؟ هل من حل لهذه المأساة والمصيبة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا يجوز إهانة شيء فيه ذكر الله عز وجل من الأوراق المكتوبة، بل إذا وجد شيء من ذلك فإنه يرفع، وإما أن يدفن في مكان طاهر أو يحرق بحيث لا يبقى له شيء، لا يبقى منه شيء، وإذا أمكن الانتفاع به فإنه ينتفع به، كان تجمع هذه الأوراق وتؤلف وتقرأ ويستفاد منها، وإذا لم يمكن الانتفاع منها فكما ذكرنا يعمل على إبعادها عن الامتحان، إما بدفن في مكان طاهر وإما بإحراقها. نعم.